يو جايز، تمنى بخير وعلى خير. اليوم غادي نشوفوا لو لونش باد ديال ابيكس بروتوكول، وغادي نشوفوا اوسي ليفولوشن ديال لونش باد في لا بلاتفورم ديال باي بيت اللي غتولي لونش باد 2.0. فيها واحد الحاجه، واحد الاضافه زوينه اللي ما كاينه في حتى شي بلاتفورم اللي تعجبكم بزاف، غادي نهضروا عليها في وسط الفيديو. حاجه اخرى بغيت نطلب منكم السماح على ودي الكاليتي ديال ليماج والكاليتي ديال سميتو ديال الصون الاوديو، لان ما جبتش معايا الماتيريال خديتو كامل في فرنسا. دابا راه غنديبان لكم بزاف البيرو ديالي مازال ما قديتو هنايا، دونك صبروا معايا غير بغيت نبقاو او ميم طون نبقاو ديما اجور كنبارطاجي معكم لي زانفورماسيون اللي كندير انا شخصيا. كتعرفوني اي حاجه كنشارك فيها تنبارطاجي معكم، وكتبقى لا ديسيجن الاخرى نتوما اللي كتاخدوها. دونك دابا غادي ندوزو ليكرون ديالنا، غادي نشوفو غادي ندخلو نتكونيكتاو في لو كونت ديالنا باي بيت، غادي نمشيو لابارتي ديال لونش باد. غادي تلقى هنايا في 3D غتبرك على لونش باد، هنايا غادي تخرج هنايا غتلقى لونش باد ديال ابيكس. هادي من جهة بالنسبة للناس اللي مقيدين، راكم غديرو هاد لي ستيبس هادو اللي قلتلكم دابا. بالنسبة للناس اللي مقيدينش غادي تلقى لو ليان ديال التقييد في صندوق الوصف. اوكي دخل تقييد سي رابيد فايدير كي واي سي ديالك باش تقدر تشارك معنا في لونش باد. وخاصك تعرف بان كاين واحد البونوس حاليا ديال ممكن تربح $50 الا تقيدتي في هذه الوقيته هذه، وبالمقابل ممكن تربح $50 الا تقيدتي من الليان اللي عندي لتحت كوم بونوس، ممكن تريدي بهم وتشارك بهم في لونش باد. اي حاجه ممكن ديرها بها. اوكي داكور. دونك بالنسبه للناس اللي ما عارفينش شنو هو لونش باد، راك ديجا دوزت عليها فيديو، غتلقاو له اللين ديال تاو في صندوق الوصف، داكشي مفسر اون ديتاي باش ما تعطلوش. غادي ندخلو نيشان في صلب الموضوع. دونك ابيكس بروتوكول سي تا بروتوكول ديال لي برودوي ديريفي ديسونطراليزي، هما لي فيوتشرز اللي كنخدموا بهم كنتريديو فيهم في لي بلاتفورم ديال لي اكسشينج ديال الكريبتو موني. انا على حسب ما قريت وفهمت، ونتمنى نتوما تعطيوني الا كان شي واحد يفهم احسن مني في الكريبتو يخلي لي في كومونتير المشروع ديال ابيكس لاس كيصلح اكثر، وتا الناس يتبعوكم غنديروا ايبانغلي. المهم انا اللي فهمت سيكو كيسهل، غادي يولي هو تيركز اكثر على لي برودوي ديريفي لي سونتراليزي، وممكن يخلي دي دي سي جونج مثلا نفرضوا عندك اون بير ديال بيتكوين ايثيريوم. اوكي هاد لا بير هادي عندك في لا بلاتفورم ديال باينانس، مي برودوي ديريفي الفيوتشر ماشي العاديه، ماشي سبوت. اوكي وبغيتي تحولها من اكسشينج مثلا تصيفطها لباي بيت، بهذا البروتوكول هذا كنظن بان ممكن غادي تولي في لا بلوكتشين ديال الايثيريوم. هادشي اللي فهمت، وفيها بزاف ديال الحويجات، مي هذا هو سميتو زعما الموضوع الاساسي فيه. ونتمنى منكم نتوما تخليوني شنو فهمتوا اكثر من تقراو على هذا البروتوكول هذا. اللي بغى يعرف ديتاي اكثر غادي يجي هنايا يبرك على كونديسيون جينيرال، وغادي يعطيه كاع الديتاي. سمحوا لي انايا غادي يعطيه كاع الديتاي على هذا البروتوكول هذا. المهم نعاونوا بعضياتنا ونفهموا اكثر. اوكي دونك هنايا بغيت نقول لكم الطريقه الجديده اللي غتولي في لونش باد ديال باي بيت 2.0، هو ممكن تشارك حتى بيو اس دي تي، ماشي بالضروره تكون عندك توكن ناتيف ديال ديك ديال ديك الاكستشينج. مثلا خدم باي بيت تيخصك تخدم بالبيت، كنتي في باينانس تيخصك تخدم مثلا بالبي ان بي، وهي غاديه هنايا اول اكسشينج غادي ديرها الطريقه هذه. ممكن تشارك في شي لونش باد بستيبل كوين اللي هو اليو اس دي تي، غادي نشوفوه هنايا. علاش داروا هادشي؟ لان كانوا دي كريتيك بزاف في جو مؤخرا. الناس شنو كان تيوقع؟ كانوا كيشاركوا بلا بيت، كان لو بيت شويه غالي، كتضيع في لو تو دو شونج ملي كتبغي تحول، دونك تطيح فوق تضيع فورسيمون في داك الشونج. وحاجه اخرى كتجيك ملي كتجيك داك سميتو لا ديستريبيوشن ديال التوكن اللي شاركتي فيه، تيجيك داك الشيء قليل، يعني تيخصك ديبوزي بزاف ديال البيت باش تقدر تربح بزاف ديال لي توكن. ملي كيديبوزي غير ديك 200 300 400 ما كيجيش بزاف، كيجي داك الشيء قليل. واخا تيكون مثلا البامب اللي تيكون في الاول كيكون مثلا مينيموم تيكون فوا 10 اولا فوا 20، وشي مرات ممكن يوصل كاع حتى فوا 30 فوا 40. اوكي دونك هما شنو داروا؟ داروا واحد البروبوزيسيون اخرى اللي ممكن تشارك حتى بستيبل كوين اللي هي بالاو اس دي تي. دونك غادي نهضروا على لوتري بريز اون شارج اون اي اس دي تي. دونك شنو غاتعطينا اوفر توتال؟ فيها 2 مليون ديال لي توكن ديال ابيكس، لو بري غادي يكون ديال واحد ابيكس هو 0.05 اي اس دي تي، و شحال غادي يعطيو لكل واحد؟ 400 ابيكس. غير هو الفرق هنايا سيكو هنا بحال لوطو، يعني لوتري ماشي لوطو، لوتري زعما غادي يكون بحال جيف واي، ولا غادي يختاروا فيكم مثلا شاركوا 2000 غادي يختاروا منهم مثلا 40 ولا 500 ولا هذا، يعني ماشي كلشي غادي يربح. اوكي على الفرق بان ملي كدير لانسكريبسيون اون بيت كلشي تيكون مضمون بانه غادي يربح، ولكن داك
لوفر توتال اللي عاطي مثلا ديال 8 مليون كتقسم على كاع دوك الناس اللي شاركوا، وغالبيه الاحيان تيكونوا بزاف ديال الناس شاركوا وما ما كيجيش داكشي كثير لكل واحد، يعني تيخصك ديبوزي بزاف ديال البيت باش ممكن يجيك بزاف ديال لي توكن من داك اللانش باد. اوكي دونك هذا هو الفرق. هنايا بالنسبه الربح غادي يربح 400 ابيكس، ولكن كيبقى هو وزهرو الى نجح فيها او لا. وبالنسبه للبلافون بار اتيليزاتور هنايا الى شاركتي بالبيت ممكن توصلك حتى ل 7000 ابيكس الا كنتي حاط بيان سور بزاف ديال البيت. الوغ بالنسبه لا بيريود ديال انستونتاني غادي تبدا من دابا 8 سوايع اللي هو سناب شوت، يعني دابا حاليا انت خاص تكون عندك سواء البيت ديالك في الكونت سبوت سواء لو اس دي تي ديالك في الكونت سبوت تكون موجود. اوكي باش تقرا لي ديتاي اكثر بالنسبه للناس اللي ما كانوش تفرجوا في الفيديو ديالي على لونش باد كنصحكم تدخلوا هنايا وتشوفوا اكزاكتومون شنو كيطلبوا لي بيريود ايتترا. المهم بقات 8 سوايع باش غادي يبدا سناب شوت، تي خاص يكون عندك ديجا هاد لي بيت او لو اس دي ديالك في الكونت ديالك. من بعد جينيرالمون تكون ابري 3 جوغ ولا هذا غادي نشوفوا فوقاش تبدا لا بيريود ديال المشاركه. دونك سناب شوت قلنا غادي تبدا في 22 في هذا الشهر، يعني بدا 8 سوايع اوكي، وغادي تسالي حتى 26 في هذا الشهر، يعني ابارتيغ ديال نهار 26 غادي يبدا سبسكريبشن بيريود، يعني خاصك غادي تونجاجي دوك لي بيت ديالك او لي اس دي تي ديالك. اوكي ومن بعد كتساين شحال غادي نساينو من 27 حتى فيها نهار. اوكي فيها نهار يعني هنايا مع مع ال 11 غادي تطلق يو تي سي ماشي جي ام تي، غادي تطلق غادي تليست غادي تكون ديستريبيوشن غادي يعطيكم لي توكن اللي ربحتو، وغادي من بعد ساعه كيتليستا في سميتو كيتليستا في الاكسشينج ديالنا. اوكي دونك هادي فضينا معاها. دونك كيف قلت لكم كاين جوج طرق ديال المشاركه، يا اما كتونجاجي لي بيت يا اما لا لوتري. اوكي دونك حاليا راه مازال ما مطلق، دونك خاصنا نساينو 8 باش عاد ممكن نديرو اونجاجي ماتنو. اوكي دونك هنايا كيف ما شفتو لا كرونولوجي كلشي ديتاي كاين هنايا، كندعيكم باش تقراو هادشي اون ديتاي باش تعرفوا شنو كديروا. ديجا جي شفنا في بامال فيديو دونك ما غاديش نعاودو. نرجعو لهاد البلان ديال القضيه اللي زوينه ديال اليو اس دي تي، وسورتو كاملين تيكون عندنا دي ستيبل كوين محطوطين في الكونت ديالنا، دونك هنا جات الفرصه باش تقدو نستعملوهم ونستافدو منهم. ساشون كو نعطيكم واحد البلان هنا تيقول لك الوغ سولد مينيموم غوكي خاصك 100 يو اس دي تي، يعني المينيموم باش تشارك هو 100 يو اس دي تي. اوكي يعني كاي واحد ممكن يشارك بها صراحه، ماشي ماشي شي مونطون كبير. انا غادي تسولني امير واش ملي كنشارك ب 100 يو اس دي تي ديالي ومثلا ربحت في اللوتري واش كيرجعوها لي او لا؟ هادي بون كيسيون. الوغ نفرضوا بانك ربحتي في اللوتري وعطاوك 400 ابيكس ديالك، 400 ابيكس فوا 005 يو اس دي تي غادي تجي تقريبا 20 دولار. يعني شنو كيديروا هما؟ كيعطيوك 400 ابيكس ديالك وغادي يرجعوا لك 100 دولار ناقص لا فالور ديال 400 ابيكس اللي هي 20 دولار، غادي تبقى لك 80 دولار. دونك غادي تلقى في جيبك 80 يو اس دي تي بلس 400 ابيكس. هذه في الاوكا او ربحتي، اوكا او ما ربحتيش غتقول لي واش امير واش غادي تمشي ليا او لا شنو؟ لا غادي يرجعوا لك 100 يو اس دي تي ديالك وغادي تلقاها في الكونت ديالك. نفس الشيء بالنسبه للبيت، غير هو هذه كتربح فيها متاكد، وتنقصوا لك القيمه ديال الابيكس اللي كيعطاوك من داك البيت اللي اونجاجيتي. هذا هو الفرق الوحيد. دابا نتوما عندكم الاختيار ما بين هذه او لا هذه. انا الصراحه الله راكم عارفينني اونجاجي البيت ديالي كاملين داك دوال انفستمنت، دونك ما يمكنليش وما غادي ساليتها من دابا 3 ايام. دونك غادي نفوت سناب شوت بيريود، الا ساليتها بكري غادي ندخل، سينو كنقول بغيت نجرب حتى انا باليو اس دي تي، نحط فيها مثلا 100 يو اس دي تي ونجرب نجرب الحظ ديالي، لان اول مره غادي دار ونجربها. دونك غادي نساينو اون فوا دوز هاد 8 سوايع هادي، وديك الساعات غادي نشارك. دونك ما تعطلوش بزاف وما بقاش بزاف، حاولت ما تعطلش عليكم باش نتوما تكونوا عارفين كلشي. نشوفوا فين وصل لو كونت سميتو ستيكين ديالي، كنت وريتكم الفيديو اللي فات ديال يو اس دي سي بول، كتحط فيه سميتو اليو اس دي سي ديالك وكيبقى تيتستيكا، وكان عندنا واحد لو روندمون ديال 18%. دونك غادي نمشي اكتيف نمشي لكونت ايرن. اوكي الوغ ملي جينا لكونت ايرن غادي نبرك على ايبارن فليكسيبل وغادي نشوف فين وصل الكونت ديالي. دونك لا كنت كنت داير شي 9980 الله اعلم، وحاليا عندي غوندمون توتال ديال 96 يو اس دي اللي رابح، كل نهار كتجي تقريبا 4 يو اس دي. دونك فوالا ها هو
اكتي ها هو توتال ستيكي 9984 غوندمون توتال 96 دولار. اوكي دونك هنايا راه ديك المره اللي كتبت لكم الفيديو كانوا حبسوها وعاودوا رجعوا له، دابا حاليا راه كاينه مي هبطوها، ما كانت 18% ولا دابا غير 15% راه ممكن تستافدوا منها. كاينه اخرى ديال هاد الزام هادي حتى هي، مي صراحه انا جو بريفير فلوسي يبقاو في ستيبل كوين هنايا احسن ليا. بالنسبه لذاك سميتو الانفستيسمون ا دوبل اكتيف دائما كنديرو، راه حنا في لي زورس اللي كنا درنا في هذا الانفستيسمون ا دوبل اكتيف كنت حطيت 4849 في اخر معامله وولات ليا 4926. عاوتاني منين ساليتها رجعت هاد 4926 حطيتها هنايا وغادي نعاون نساين لو روندمون هنايا يسالي وغادي تجيني تقريبا كنظن غادي نوصل ل 5000 فهادي 5000 بي. دونك سنربح دي توكن غراتويتمون ما كندير حتى شي حاجه. دونك هادو هما فين واصلين لي زانفيستيسمون ديالي. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. اوكي ها نتوما عندكم كلشي، كان عندكم شي تساؤل خليه ليا في لي كومونتير. ما تنساش كيف ديما لايكي بارطاجي مع صحابك، هذاك هو التشجيع الوحيد اللي كنطلب منكم باش نتموتيفا ونبقى نعطيكم دي فيديو اخرين. نتمنى تشوفكم في لا فيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو فراسكم، تشاو.